الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين، على بركة الله نفتتح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، طالعين إلى المولى القدير أن يلهمنا السداد ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويمدنا بعون منه للقيام بواجبنا في خدمة الوطن والمواطنين. أخوة المحترمين، يسرني أن أنتهز هذه المناسبة لتجديد شكري وتقديري لإخواني وأبناء شعبي الكريم وللمقيمين على أرض الكويت الطيبة على ما أبدوه جميعا من طيب المشاعر وصادق الدعوات ومتابعة مستمرة للعثمان على صحتنا، كما أجدد شكري أيضا على ما عبروا عنه من مشاعر الفرحة والابتهاج والسرور بمناسبة عودتنا إلى أرض الوطن الغالي، ونحن ننعم بفضل الله تعالى بوافر الصحة والعافية، مجسدين بذلك روح الأسرة الواحدة. التي تربطها أواصر المحبة والمودة التي تبرز سمات الشعب الكويتي الكريم وإصالته، كما أنني أجدد الشكر لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة على كريم اهتمامهم ومتابعتهم وعلى ما عبروا عنه من عظيم المشاعر وصادق الدعاء. الأخوة المحترمين، تشهد منطقتنا ظروف مصيرية عصيبة غير مسبوقة، ونتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار، والتي نسأل المولى عز وجل أن تنتهي إلى ما يحقق الخير والأمن والرخاء لأشقائنا في هذه الدول. وأجد لزاما أن أنبهكم مجددا إلى خطورة الأوضاع الملتهبة التي تعصف حولنا، والتي نستشعر أخطارها وخطورة تداعياتها وآثارها التي تهدد أمننا واستقرارنا ومستقبل أجيالنا. فلم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار خلاف نشوب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون، أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا، كما علينا على المستوى العربي أن نتجاوز خلافتنا وأن نضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار، وهي مسؤولية تاريخية سيحاسبنا عليها المولى عز وجل قبل حساب التاريخ. وإزاء هذه الظروف الدقيقة علينا أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا، ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ولبي أسباب الفتن والفرقة
وإثارة النعرات العصبية البغيضة ومن أخطرها انحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاولة تهدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتهم وأعراضهم. وقد دعوتكم غير مرة إلى تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة. أخ رئيس مجلس الأمة الأخوة المحترمين، الأخت المحترمة، إننا في دور الانعقاد الأخير في هذا الفصل التشريعي، فلعلها فرصة طيبة لتحقيق إنجازات مشهورة تضاف إلى سجلكم في خدمة الكويت وأهلها الأوفياء. إنني أدعو الجميع، بل أطلب من الجميع مجلسا وحكومة بأن تكون مصلحة الكويت دائما همكم الأول وشغلكم الشاغل الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار، ما يستوجب منكم التعاون البناء والجاد في سبيل مصلحة الكويت العليا، والذي لا يعني أبدا التنازل عن اختصاصكم الدستوري بل حسن استخدامها وعدم التعسف والغلو فيها. ولا يفوتني هنا أن أؤكد ثقتي الكبيرة بمعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وبسمو الشيخ جابر بن مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ودورهما المثمر في تجسيد التعاون المنشود بين السلطتين تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة من أجل خدمة الوطن والمواطنين. إخواني وأبنائي، إننا ننعم بحمد الله وفضله بوطن جميل يحسدنا عليه الآخرون، نتفيأ بظلال أمنه واستقراره، نتمتع بخيراته وبركاته، وآمل ألا تلتفتوا إلى دعاة التشاؤم والإحباط. إنها كويت العز والكرامة، كويت الحب والوفاء، كويت الكرم والعطاء، فحافظوا عليها، عضوا عليها بالنواجد. وهي دعوة للجميع بأن نجني أمورنا بميزان موضوعي عادل، فلدينا من السلبيات ما لا يمكن القبول باستمراره، ولكن لدينا كذلك الكثير مما نفخر به ونعتز، كما لدينا من الآمال والطموحات ما يقتضي أن نشمر عن سواعدنا لتحقيقه وإنجازه. إن الكويت أمانة غالية في أعناقكم، واعلموا بأن التاريخ لا يجامل ولا يرحم ولن يغفر لمن يقصر في إداء هذه الأمانة المقدسة، والله يوفقكم ويسدد خطاكم لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.